صحيح كلامك هذا طمحنا فيه وجينا على خاطره معنا لهنا لسليمان جينا على ثلاثة نقاط ما نكذبش عليك آه ميتون الاول كنا كنا باهيين برشا تكتيكمون وشفت الوقفه باهيه سجلنا بونتو دوزيام ميتون تعبنا فيزيكومون الحقيقه من دقيقه 70 طحنا برشا فيزيكومون هذاك علاش سليمان أخذت اللعبه هي كانت خير منا مقابله كانت شوط بشوط شوط اللي نحن مركنا فيه الشوط الثاني لسليمان ملكت فيه آه الحمد لله ربي ان بوان سليمان تسمى باهيه وين كنا وصبحنا الكيب شفت الكيب وقفه مليح تحسنت برشا آه يعطيهم الصحه الاولاد تعبوا برشا طبقوا برشا تكتيكمون آه نحب نشكر باش الحكم بالحق حقيقة كل ماتش أنا خسرت شكرت الحكم تعادلت شكرت الحكم ربحت شكرت الحكم الحكام بالنسبة لي أنا كلامي أنا يخصني أنا وحدي على مذيئة توا في الـ في لي ماتش, مع ماتش مع مع مع, ماتش مع بوزيد حقيقة شفت حاجة باهية يعطيهم الصحة لي ذوما إن شاء الله يطوروا هما أن فاكتور من تطور كرة القدم التونسية